أهلا وسهلا فيكم. رح أحضر لكم هلأ كريات البروتين بالليمون، وصفة غنية ومشبعة، نموذج عن الوصفات اللي رح أقدمها بموسم الجديد من مطبخك مريتك. انتظروه على فتافيت HD حصرياً على BN. بالمطحنة الكهربائية منطحن كوب من اللوز وكوب من بودرة البروتين، نطحنهم ليصيروا بودرة. منضيف عليهم كوب تمر وعصير ليمون حامض تقريباً معلقتين. منخلط المكونات كلها مع بعضها، نرجع مناخد كميات ومنكورها، منغطسها بجوز الهند المبروش ومنقدمها. وهيدي كانت كريات البروتين، كتير سريعة وكتير طيبة، فيكن تحضروها قبل بوقت وتحفظوها بالبراد مشان تتناولوها بعدين.